السلام عليكم. الماسك بتاع النهاردة من حاجة في مطبخنا، مش هنشتري حاجة من بره. زي ما احنا شايفين كده بيبيض الايد وبيزيل الجلد الميت. بجد اقوى ماسك ممكن تعمليه للعيد، ماسك اللي انا بسميه بقى ايه، المنقذ لما بكون مستعجلة. من اقوى ماسكات العيد، هيبيض البشرة وكمان الايدين وازالة الجلد الميت في دقايق. يعني انت هتشوفي النتيجة وانت بتعملي، هتحسي بالفرق وانت بتعملي. مش بس كده، ده بيعمل نعومة حلوة جدا، بيخلي ايديكي ناعمة، بيخلي ايديكي فاتحة، بيخلي ايديكي ما بتحسيش فيها بتشققات ولا اي حاجة. للبنوتات الصغيرة الجميلة اللي طلبت مني ماسك الايد، انا كل الماسكات ان شاء الله هعملها لكم، هحاول انزلها لكم قبل العيد علشان كل ماسك يناسبك تقدري ان انت تعمليه. وكمان في عندنا ماسك هيكون للشعر وهنفرد بيه الشعر، هيكون حلو جدا جدا. استنوني ان شاء الله قبل العيد، نازل وصفات حلوه جدا. اول مكون معانا للوصف النهارده، بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره بتشوفي عالم امان. طبعا الزبادي احنا عارفين انه بيغذي البشرة، كمان يعني مكون قوي جدا جدا للتبييض. مش بس كده، تبييض وترطيب. الزبادي حاجة فعالة جدا جدا، وطبعا كلنا عندنا زبادي، ولو مش عندنا بنجيبه، مش هيكون ابدا ابدا قد تمن اي ماسك من برة، وبيكون مليان مواد كيميائية بتضر طبعا بشرتنا. لما احنا بنعمل حاجة طبيعية متجربة مليون في المية، ناجحة جدا. كده خلاص الزبادي ابتديت فككته كده بالطريقة دي عشان يفك خالص. بعد كده هحط المكون التاني، مكون متوفر برضو في كل بيت، وهي معلقة شاي صغيرة. طبعا كلنا عندنا شاي. عايزة اقول لكم ان الماسك ده كمان تحفة جدا للهالات السوداء، البنات برضو اللي كانت طلبت فيديو الهالات، يبقى ده تفتيح الايدين والهالات السوداء، مش مضر جدا جدا ان انت تدهنيه تحت عينيكي بالشكل ده. كده هدوب او بقلب الشاي مع معلقة الشاي الصغيرة مع معلقة الزبادي. تالت مكون معايا وهو برضو مهم جدا جدا لتفتيح البشرة وشد البشرة وبيخليها كده نضرة وجميلة، وهو ماء الورد للتجميل. بحط معلقة صغيرة. لو لقيت الماسك خف معايا شوية، انا عايزة الماسك ما يكونش خفيف، ولا تقيل ولا خفيف. لو لقيتيه تقيل معاكي تقدري تحطي ماء ورد، ولو خفيف معاكي حطيله تاني معلقة زبادي، يعني مفيش مشكلة ابدا، مش هيكون الماسك باظ منك ولا حاجة. لو خفيف بتحطيله معلقة زبادي بيظبط معاكي، وبتحطي كمان ايه طبعا نص معلقة شاي لو زودتي زبادي علشان يبقى النسب ايه متساوية. وبتحطي ماء ورد تخففي بيه لو كان تقيل قوي معاكي. تمام كده. بتنضفي البشرة بتاعتك بعد ما بتدوبيه جامد وبتقلبيه بالطريقة دي، بتغسلي وشك كويس لو عندك غسول الوش حلو جدا، لو عندك مية رز برضو بتغسل البشرة حلو جدا جدا. بعد كده بتنشفي البشرة بطبطبة كده بسيطة، وبعد كده بتبتدي تحطي الماسك على وشك حوالي من تلت ساعة لنص ساعة. حطيتيه ساعة حتى مفيش اي ضرر منه خالص، مفيش اي مشكلة، يعني تقدري تسيبيه لغاية ما تحسي ان بشرتك استفادت منه. الماسك بتاع النهاردة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة وجميع انواع البشرة، اظن مفيش احسن من كده. ان شاء الله هيعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوا عالم اماني. بعد ما دهنا الماسك وسبناه من تلت ساعة لنص ساعة، بنبتدي نشطف وشنا بمية دافية، دافية بسيط قوي، مش سخنة، دافية بسيطة قوي، ولا هي ساقعة من الحنفية ولا سخنة قوي.
انا عايزاها دافيه بسيط. ليه؟ عشان تجري الدوره الدمويه في وشنا بتاعه البشره، وبتخلي المسام كمان تتقفل مطرح اي ماسك بنعمل. يعني المعلومه دي مش لماسك النهارده بس، اي ماسك حتى لو شارياه من بره. اغسلي وشك بميه دافيه بسيطه جدا، هيكون يعني بشرتك مستفيده اكتر بالماسك اللي عملتيه. بعد ما بتحسي ان يعني ما بتشطفيش بشرتك الا لما بتحسي ان البشره ابتدت خلاص الماسك يجف عليها. انا هجربه لكم دلوقتي كده على ايديا، لان هو اصلا بيفتح الايد زي ما قلت لكم، وبيفتح كمان الهالات السوداء، بس مع المواظبه عليه بيتشال بكل سهولة جدا زي ما احنا شايفين كده، بس تحفة وفعال جدا. يعني وقت ما بتحب تزليه خلاص. شايفين ايدي دي برضو انا كنت عاملاها مجربة عليها الماسك من قبل كده، شايفين يعني فاتحة وجميلة ازاي. سلام عليكم.